هذا البرنامج بالاشتراك مع مختبرات بروفيشنال الطبية. خلي صحتك بروفيشنال. طلب لك الدكتور فحوصات كتيرة؟ مختبرات بروفيشنال الطبية تعمل فحوصات شاملة دقيقة بأحدث الأجهزة الأمريكية، فحوصات الجينات والفحوصات الوراثية. مختبرات بروفيشنال طاقم من حملة الدكتوراه في المختبرات الطبية، 11 فرع لخدمتكم. بنوفر لكم خدمة السحب المنزلي مجاناً وين ما كنتوا. مختبرات بروفيشنال الطبية، راما لا عمارة قندح الطابق الخامس مقابل سينما القصبة، والنجم مول الطابق الرابع، أما في نابلس البساتين عمارة سعد الدين الطابق السابع. للاستفسار الاتصال على 0229951505. مع مختبرات بروفيشنال الطبية، خلي صحتك بروفيشنال. المختبر برنامج يقدم معلومات عن فوائد الفحوصات المخبرية، من تقديم الدكتور محمد عسعيس، دكتوراه في المختبرات الطبية وأمراض الدم. المختبر برنامج يومي عبر أثير أجيال. أهلا وسهلا بمستمعي ومستمعات أجيال عبر منصاتها المختلفة. فحص اليرقان أو ما يعرف بفحص الصفار. ما هو الصفار أو اليرقان؟ هو مرض ينتج عن زيادة تركيز صبغة البيلوروبين في الدم الناتجة عن تحلل كريات الدم الحمراء وعجز الكبد عن التخلص منها وطرحها في العصارة الصفراوية لإخراجها مع فضلات الجسم. يعتبر فحص الصفار واحد من الفحوصات الضرورية لتقييم وضع الكبد والدم بشكل عام. يصاب المواليد الجدد وحديثي الولادة بالصفار واليرقان بشكل طبيعي، ومن ثم يذهب بشكل تلقائي. أعراض الإصابة باليرقان والصفار: يؤدي اليرقان إلى إصفرار الجلد والجزء الأبيض من العينين، وهنالك العديد من الأعراض كالكحة والتقيؤ وفقدان الوزن والشهية، بالإضافة إلى الحمى والإسهال والتعب العام وغيرها من الأعراض. من أهم العلاجات التي تستخدم لتقليل نسبة الصفار أو اليرقان عند الأطفال وحديثي الولادة هو تعريض المولود للضوء. يتم إجراء فحص الصفار عن طريق الدم، ويتم إصدار النتيجة خلال أقل من نصف ساعة. استنونا في حلقة جديدة عن فحص ومعلومة جديدة. دمتم بصحة. هذا البرنامج بالاشتراك مع مختبرات بروفيشنال الطبية. خلي صحتك بروفيشنال. طلب لك الدكتور فحوصات كتيرة؟ مختبرات بروفيشنال الطبية تعمل فحوصات شاملة دقيقة بأحدث الأجهزة الأمريكية، فحوصات الجينات والفحوصات الوراثية. مختبرات بروفيشنال طاقم من حملة الدكتوراه في المختبرات الطبية، 11 فرع لخدمتكم. بنوفر لكم خدمة السحب المنزلي مجاناً وين ما كنتوا. مختبرات بروفيشنال الطبية، راما لا عمارة قندح الطابق الخامس مقابل سينما القصبة، والنجم مول الطابق الرابع، أما في نابلس البساتين عمارة سعد الدين الطابق السابع. للاستفسار الاتصال على 0229951505. مع مختبرات بروفيشنال الطبية، خلي صحتك بروفيشنال.